تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على الأشخاص قصد الحصول على تأشيرات بطريقة غير قانونية. التحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكنت عناصر الفرقة من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأتين، كما أن العملية أسفرت على ضبط وحجز 6 جوازات سفر وصور فوتوغرافية تخص الضحايا، مبلغ مالي يقارب 400 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، مركبتين سياحيتين فاخرتين تستعملان لتمويه الضحايا، 6 هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض النصب والاحتيال، سوء استغلال الوظيفة، المشاركة مع عدم التبليغ، إزعاج السلطات والتبليغ عن جريمة وهمية.